يا صباح السعادة، يا صباح التفاؤل، يا صباح الرضا مع على كل مشاهدي قناة النهار وحلقة جديدة وهيلثي لايف. النهارده حلقة بقى مختلفة ومتميزة، جايين فيها النهارده عشان نرد على أكتر استفسارات جات لنا بخصوص الدايت. إيه اللي بيبوظ الدايت؟ إيه اللي بيبوظ الرجيم؟ ليه وزني ثابت؟ ليه الميزان ما بيتحركش؟ ليه الملل اللي بنحسه أول بس ما نفكر في فكرة الدايت؟ شعور الملل اللي بيجي لنا كلنا؟ نزلنا امبارح سؤال على الفيسبوك وقلنا إيه أكتر حاجة بتضايقكوا في الدايت أو فكرة الدايت؟ وجالنا أسئلة كتيرة قوي قوي هنرد عليها النهارده في برنامجنا. ومعانا عشان افكركم كده في الاول كورس سوبرسيليوم، صوروا الارقام الموجوده دلوقتي على الشاشه ولينك صفحه الفيسبوك اللي هينزل، هنستنى تليفوناتكم واستفساراتكم جاهزين للرد عليها. كل واحد يسال نفسه كده سؤال، هو يعني ايه هيلثي لايف؟ فكرتوا تسالوا نفسكم يعني ايه هيلثي لايف اللي احنا كل يوم بنطلع نقول معاكم في برنامج هيلثي لايف؟ ايه هي الحياه الصحيه؟ الحياه الصحيه او الصحه النعمة الكبيرة اللي ربنا مديها لنا البني آدم لازم يحافظ عليها. النهاردة بقى جايين لكم في هيلثي لايف عشان نعرفكم مفهوم الحياة الصحية، ازاي صحتنا تبقى أحسن، ازاي حياتنا تبقى أفضل، ازاي نبقى في أحسن وأفضل حال. ده اللي أنا النهاردة جاي أعرفه لكم. ومعايا بقى زي ما بقول استفسارات كتيرة قوي قوي، مجرد بس ما قلت إيه أكتر حاجة بتواجهكم لما بتفكروا في فكرة الدايت. الملل، أنا بزهق، أنا عايز آكل، الجوع بتاع بالليل، الجوع العاطفي، كل ما أتضايق آكل، كل ما أفرح آكل. عندنا ما شاء الله كمان في مصر إن كل مناسبة مرتبطة بأكل، يعني إحنا كل مناسبة بنقول إحنا هناكل فيها إيه، غير خروجاتنا طبعًا، إحنا قبل ما بنتفق على الخروجة بنقول إحنا رايحين ناكل فين وكافيه إيه وهنتعشى ونتغدى إيه. فموضوع الدايت ده موضوع كده ممل قوي قوي بالنسبة لناس كتير، مش بالنسبة لي، وجاي أحل لكم الملل ده النهاردة. وكل الناس عايزه جسمها يبقى حلو وجسمها يبقى رشيق وما عنديش كرش وجسمي مظبوط. ومش بس القصه بقى، وده اللي انا عايزه افهمه لكم النهارده، ان انا عايزه اخس عشان شكلي بس يبقى حلو، او ان انا عايزه اخس عشان البس، لا، انا دايما بقول السمنه الوزن الزياده مرتبط بالامراض، مرتبط بان الصحه بتتاثر، مرتبط بان الحاله الصحيه بتبقى غير مستقره. فدايما عايزاكم تنسوا فكره ان السمنه بس مجرد ان انا يبقى جسمي لطيف وجسمي ممشوق والبس براحتي، لا، هي طبعا العامل النفسي مهم، والتنمر والحاجات الرخمه اللي احنا بنتعرض لها دي مهمه جدا، لكن في حاجه اهم وهي الحاله الصحيه. السمنة يا جماعة يعني مرض، السمنة يعني أمراض القلب، يعني عدم استقرار السكر، يعني الضغط. انتوا عارفين ان السمنة سبب أكتر من 150 مرض عضوي، وزي ما احنا كل مرة بنقول أمراض خطيرة، أمراض مزمنة. يعني ايه؟ يعني أمراض مكملة معانا، عايزين بس نحافظ على استقرار الحالة. ده هيحصل ازاي؟ هعيد مرة تانية، تصوروا أرقام الفريق الطبي لبرنامج هيلثي لايف ومعانا كورس سوبرسيليوم النهاردة، وهو الحل لأغلب الأسئلة اللي جات لنا على الفيسبوك زي ما احنا قلنا. طيب تعالوا كده نشوف ايه أكتر أخطاء قبل بقى ما نلحق ناخد تليفونات، عشان طبعا التليفونات بتدخل وبتتداخل ومش بيدوني فرصة أتكلم. فتعالوا كده أقول لكم ايه أكتر حاجات بنعملها غلط واحنا بنعمل دايت علشان خاطر كده بيبوظ. وعلشان كده هنحله النهارده مع كورس سوبرسيليوم اللي انا هشرحه لكم دلوقتي بالتفصيل. ركزوا كده معايا عشان هسالكم سؤال اخر الحلقه واقول لكم ايه هي مكوناته. ايه هو كورس سوبرسيليوم؟ اولا هو كورس مسجل ومرخص من وزاره الصحه، امان عشان الناس ما تقلقش، ودي اول حاجه. تاني حاجه، الكورس ده بالنسبه لي انا بحسه 6 في 1، لا 4 في 1 ولا 3 في 1 ولا الحاجات دي كلها. ليه 6 في 1 بقى؟ انا عندي اقراص سوبرسيليوم، عندي كبسولات البي سلام، عندي كريم الأزارة علشان خاطر الناس اللي عندها ترهلات وسليوليت والمشاكل بتاعت الجلد اللي بتضايق الناس دي كلها. طبعا الناس لما بتخس بيحصل ترهلات، كل ده طبعا مسجل ومرخص من وزارة الصحة. الكورس الوحيد اللي فيه، وطبعا التراخيص هتنزل لكم دلوقتي على الشاشة، الكورس الوحيد اللي معايا فيتامين مدعم لكل الأعضاء الحيوية. يعني أنا لما بقول أنا بعمل دايت يا جماعة شعري بيقع، ضوافري بتتكسر، مودي والاكتئاب والملل اللي انا بقول عليه، طب كاتيكا بقى في ايه؟ في فيتامين دي. الناس اللي عارفين فيتامين دي مش بس مجرد لالام العظام، فيتامين دي علشان تحسين الحاله المزاجيه، فيتامين دي علشان السمنه الموضعيه،
الناس اللي عندها نقص في فيتامين دي، عندها سمنه موضعيه، عندها الحاله المزاجيه بتبقى طبعا متاثره، الشعر بيقع، الحاله كلها بتتاثر بنقص فيتامين دي. فكاتيكا في فيتامين دي، في فيتامين كي 3. يعني ايه؟ يعني حرق زياده، يعني مناعه. كلنا عارفين ان احنا الفتره دي محتاجين حاجه تقوي المناعه، تبقى حائط صد قدام اي عدوى فيروسيه. كاتيكا في فيتامين كي 3، يعني في فيتامين دي وفيتامين كي، في كالسيوم الام العظام، وفي مغنيسيوم اللي بيعزز امتصاص الكالسيوم والحديد في الجسم. يعني ده مش بس مجرد ان انا هخس، لا، احنا مش البحث عن النحافه وان انا اخس، لا، انا عايز اخس وتبقى صحتي افضل. فكورس سوبر سيليوم معانا في فيتامين كاتيكا، مسجل ومرخص من وزاره الصحه، اللي فيه فيتامين دي، فيتامين كي، الكالسيوم والمغنيسيوم. 6 في 1 ليه بقى؟ لان معايا النهارده الاول 100 متصل فيه كريم العنايه بالبشره عشان الستات الحلوين، البقع الغامقه والتصبغات واثار الحبوب والندبات والكلام ده كله. معانا النهارده كريم لتفتيح البشره، وكمان مرطب، احنا داخلين على الشتاء محتاجين مرطبات، ومعانا كريم لالام العظام ومضاد للالتهابات. دول هديه لاول 100 متصل، والكورس عليه 50% خاص، وكمان شحن مجانا، وكمان متابعه الفريق الطبي الخاص ببرنامج هيلثي لايف مجانا. ده مش 6 في 1، ده انا عديت، يعني كده مش 6 في 1، ده حاجات اكتر كتير. فعرفتوا بقى مكونات كورس سوبر سيليوم، عشان هسالكم عليها اخر الحلقه، وتدخلوا على صفحه الفيسبوك لان بيبقى عليها اسئله كتير وعليها جوائز وعليها حاجات هتفيدكم. صفحه وان دايت اللينك بتاعها هينزل دلوقتي، تقدروا ان انتوا تدخلوا عليها. طيب تعالوا بقى كده نقول قبل التليفونات بقى والحق، ايه اكتر حاجه بتفشل الدايت وبتبوظه وبتخليني ثابت على الميزان ووزني ما بيقلش وما بيحصلش حاجه، رغم ان انا عايش طول عمري مقلل اكلي؟ ده انا ما باكلش خالص، ده انا باكل في اليوم طقه واحده. الحرمان ما بيقللش الوزن، قله الاكل ما بتقللش الوزن. ده الجسم ناصح قوي، يعني ده هو ربنا خلقنا ان احنا بنتكيف على اي حاجه. فانا لما اقلل اكلي واحرم نفسي من الاكل، الجسم يعمل ايه؟ يخش بقى في مجاعة، هيقول أنا داخل في مجاعة، ده أنا لازم أحافظ على دهوني، ده أنا مش هحافظ بس على الدهون، ده أنا بصوا همسك فيها كده علشان خاطر وزني ما يقلش، أنا مش ضامن، ده أنا داخل على مجاعة. فأول حاجة غلط في الدايت إيه؟ الحرمان والأكل القليل. وناخد أول مداخلة. يسرى، ألو. ألو يسري، سوري يسري، ألو. ألو يسري معانا، سامعني ولا لأ؟ الو. طيب ارجع لنا تاني يا يسري عشان تلحق معانا الحلقه وتلحق معانا النهارده الخصم ال 50% على كورس سوبر سيليوم، والهدايا اللي موجوده معانا كريم لالام العظام وكريم للبشره. هعيد تاني، كورس سوبر سيليوم كورس مسجل ومرخص من وزاره الصحه، بيتكون من 4 حاجات. بالنسبه لي قلت هو 6 في 1 او 7 في 1، بس ايه ال4 حاجات الاساسيه؟ كبسولات السوبر سيليوم والبي سليم وفيتامين كاتيكا. ده مهم قوي قوي الفتره دي، لان هو مدعم لكل الاعضاء الحيويه في الجسم، وفي فيتامين دي، فيتامين كي، المغنيسيوم، الكالسيوم، كل ده مهم جدا، وده موجود معانا في فيتامين كاتيكا، الكورس الوحيد اللي معاه فيتامين. بدل ما ابقى انا عايزه اجيب فيتامين د وعايزه اجيب كالسيوم وعايزه اجيب مغنيسيوم علشان خاطر يحفز امتصاص الكالسيوم، لا، كل ده موجود معانا في كاتيكا اللي هو جزء من كورس سوبر سيليوم. وطبعا كريم أزيرة. ناس كتير قوي بتشتكي لي من السليوليت اللي هو قشر البرتقانه، طبعا انتوا كلكم عارفينه بيضايق الستات قد ايه، ومش بس السليوليت قد ما ترهلات الجلد. يعني احنا لما بنخس بيحصل بقى ترهلات في الارداف، في الايدين، في البطن، في كل الاماكن دي. فلما بندهن بكريم أزيرة بيشد الترهلات، لان في كافيين. كافيين بيعمل ايه؟ بيحفز انتاج الكولاجين. يسري ارجع لنا بقى، يلا نلحق قبل ما الخط يفصل. الو. الو، صباح الخير. صباح الفل يا يسري. ايه الاخبار؟ منورنا النهارده في الحلقه اللي احنا بنرد على اغلب استفسارات الدايت. قول لي بقى انت مشكلتك ايه؟ انا مشكلتي يا دكتور ان شغلي كله حركه. ده حلوه دي مش مشكله. ما هو في نفس الوقت لما باجي احاول اخس وكده ما بنزلش نهائي. يعني انت بتتحرك كتير وبرغم من كده ما بتخسش؟ مظبوط. طيب انت قول لي وزنك قد ايه وسنك وطولك؟ انا وزني 97 كيلو. تمام. وطولي 176. وزنك 97 كيلو؟ وطولي 176. طيب انت عندك كام سنة؟ 23. 23. طيب انت هل مثلا، سيبك من ان احنا بنتحرك كتير، طب انت شايف ان انت ما بتقلش في الوزن ليه؟ هل بتاكل كتير؟ يعني هل انت مثلا بتاكل جانك فود، بتاكل اكل من بره، نومك مش متظبط، شغلك فيه ما هو ده كان طب يعني شغلك فيه مثلا ضغوط عصبية، اي حاجة؟
اكيد اكيد اي شغل كده، بس انا بتكلم ان هو ده كان سبب السمنه. بس لما باجي مثلا احاول ان انا امشي على نظام او اعمل دايت مفيش اي نتيجه ايجابيه خالص. طيب يعني انت عملت انظمه غذائيه قبل كده وما نجحتش؟ للاسف. طيب بصوا بقى يا جماعه، انا عايزه اقول كذا حاجه كده، كذا تعليق على حاله يسري اللي معانا. اولا يسري صغير في السن، وزنه زياده، محتاجين مثلا ان احنا ننزل حوالي 20 كيلو علشان يبقى كده جسمنا ايه مظبوط ان شاء الله مع كور سوبر سيليم. بس اهم حاجه صور ارقام الفريق الطبي بس قبل ما الخط يقطع علشان خاطر تتواصل معاهم ويدوا لك الكورس المناسب ليك. احنا عايزين ننقل ال 20 كيلو، ال 20 كيلو دول سهل جدا جدا ان احنا نقلهم من شهرين لثلاثه. الالتزام بالنظام اللي يناسبني، هي دي الفكره بقى يا جماعه. ان انا ممكن اقول ايه، انا باخد كورس كذا اللي اخده واحد صاحبي وخس عليه بس انا ما خسيتش، ودي فائده الفريق الطبي ان كل حاله ليها الكورس المناسب ليها، ليها النظام الغذائي المناسب ليها، وده اللي احنا بنقوله. علشان كده ما نمشيش على الانظمه اللي بتيجي من على السوشيال ميديا، احنا جايبين لكم فريق طبي لحد عندكم. فالمطلوب دلوقتي ان حضرتك تكلم الفريق الطبي، هيدوا لك الكورس المناسب لسنك ولوزنك ولطولك واللي يناسب حالتك الصحيه، لان انا طبعا على الهوا نيفر ان انا هقدر اخد الملف الطبي بتاعك. ده اللي الفريق الطبي بيعمله، يعرفوا حالتك يدوك الكورس المناسب ليك، هيدوك الكورس اللي يزود معاك عمليه الحرق، السوبر سيليم، كبسولات البي سلام اللي بتقفل الشهيه كمان، لان في ناس نتيجه او التخن ده بيكون نتيجه انهم بياكلوا كتير، هو بياكل كتير فبيسبب معاه ان الوزن بيزيد مع حرق قليل مع نظام حياه غلط. هي دي الهيلثي لايف بقى اللي انا بقولها، ان انا بنام متاخر. طب ايه علاقه النوم المتاخر بان انا اتخن؟ ده ليه علاقه كبيره جدا، ده بيزود افراز هرمون اسمه الكورتيزول. عارفين كورتيزول يساوي كرش، كورتيزول يساوي سمنه، كورتيزول يساوي ان الصحه كلها متلخبطه، بيعمل اضطراب في افراز الانسولين، الهرمون النمو، كل الحاجات دي بتتفرز بالليل. تخيلوا بقى وانا نايم لما انا ببقى صاحي طول الليل كل ده بيحصل فيه اضطراب، فده برضو من الحاجات اللي بتسبب زياده الوزن. فيسري دلوقتي اتصل بالفريق الطبي علشان يقول لك الكورس المناسب ليك، هتاخد كورس سوبر سيليم، هتاخد الحاجات اللي تسد الشهيه معاك وتقلل. علشان كمان احنا داخلين على مشكله الناس كلها بتعتقد ان هي سبب في زياده الوزن وهي الشتاء. انا بقى جاي اقول لكم ان دي اكذوبه، انا بقى جاي اقول لكم ان الفكره اللي انتوا بتروجوها دي لا، انتوا بتضحكوا على نفسكم، لان الشتاء بالعكس. يسري مش معانا دلوقتي بس اسمعنا بقى من خلال الشاشه. الشتاء يا جماعه بالعكس، ده انا جسمي بيستهلك سعرات حراريه علشان يدفي نفسه، يعني ممكن اخس؟ اكيد هخس. هو الشتاء الطبيعي للناس تخس، لكن احنا عمالين نقول الشتاء يعني بناكل بنشرب حاجات سخنه وبناكل اكل دسم وبناكل حاجات تقيله والنقنقه طول النهار. ده انتوا ممكن تستغلوا الشتاء ده ان انتوا تخسوا جدا، لان الجسم عايز يستهلك، عايز يتدفى لانه سقعان، فبيستهلك سعرات حراريه علشان يدفي نفسه فيخس. بس ساعتها نعمل ايه بقى؟ نبدا ان احنا ناكل الوجبات الغذائيه الصح، ونتصل بالفريق الطبي اللي يقول لنا ناكل ايه وامتى وايه الكورس اللي يناسب حالتنا بالظبط. ودي برضو من الاخطاء الشائعه اللي بتبوظ الدايت او الرجيم. يبقى اول حاجه قلنا الحرمان، تاني حاجه قلنا الانظمه اللي مش مناسبه لينا. انا باخد نظام واحد تاني وبفترض ان هو زي ما خسسه يخسسني؟ لا طبعا ما ينفعش. دي فائده الفريق الطبي عشان الناس اللي بتقول ليه ما انا اجيب زي صاحبي، لا، الفريق الطبي هنا علشان خاطر يديك المناسب ليك بالظبط يا جماعه، وده المهم. صوروا الارقام ولينك صفحه وان دايت علشان خاطر اللي مش بيلحقنا فون ولا واتساب يكلمنا على الانبوكس صفحه وان دايت يقول لنا ايه هي استفساراته. يبقى احنا كده قلنا الاسئله من بعض الاخطاء الشائعه في الدايت، وعايزه اخد برضو اسئله علشان الناس برضو بتسال. في اسئله بتقول ان انا بوزن نفسي على الميزان كل يوم ومش لاقي نفسي بقل رغم ان المقاسات، انا حاسس ان المقاسات بتقل. يا جماعه بصوا لينك صفحه وان دايت نزل دلوقتي اهو علشان الناس برضو تدخل على الصفحه، الصفحه فيه جوائز، فيه مسابقات، ادخلوا حتى سيبوا اي استفسارات على الانبوكس. عايزه اقول لكم معلومه بالمره كده، يعني معلوماتنا النهارده كتير زي ما بقول الحلقه لمين فيها الرد على كل الاستفسارات. الميزان دايما خداع، اوعى تعتمد على انك خسيت في الميزان، لان وبعدين الناس اللي بتوزن كل يوم غلط. المفروض ان انا بوزن كل اسبوعين، والاصح ان انا اشوف المقاسات. المقاسات دي لما بتقل ده معناه ان انا بخسر دهون، ده الصح. الميزان يعني بخسر عضلات، فالاصح ان انا اقول انا ما خسيتش ميزان بس خسيت مقاسات، ده صح. ده معناه ان انت بتخسر من الطبقه الاولانيه اللي هي الدهون، وده صح جدا جدا. بس اوزنه كل اسبوعين الصبح
ما يبقاش عندنا اضطرابات في المعده ولا قولون ولا امساك، الستات تبقى بعيده عن مواعيد الدوره الشهريه، ما نبقاش شاربين سوائل كتير ولا اخدين ادويه من اللي بتعمل احتباس سوائل، ونتوزن بعد ساعه من الصحيان او نص ساعه، هيديني الميزان المظبوط كل اسبوعين. هكرر مره تانيه، معانا النهارده كورس سوبرسيليوم، كورس مسجل ومرخص من وزارة الصحة، مكون من كبسولات السوبرسيليوم والبيسلام وفيتامين كاتيكا الممتاز جدا جدا ومناسب لكل الأعمار، كل الحالات الصحية، مسجلين ومرخصين من وزارة الصحة، وكريم أزيرا علشان المشكلة الأزلية سيليوليت والترهلات اللي بتحصل بعد الخسسان أو حتى مش لازم الخسسان. معانا تليفون تاني. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام نهى، ازيك يا دكتور؟ صباح الفل. ممكن استفسر عند حضرتك؟ قولي لي حبيبتي انت ايه مشكلتك بقى او ايه استفسارك؟ المشكله بقى تخص بنتي، بنتي عندها 14 سنه. تمام. وزنها 75 كيلو. تمام. شهيتها مفتوحه جدا جدا جدا. تمام. عايزه لها حل. طيب هي دلوقتي عندك اي مثلا عندها كرش، عندها اي تصبغات في رقبتها، اي زوايد جلديه، اي علامات من علامات مقاومه الانسولين، ولا انت ما تعرفيش؟ لا، ما ممكن ما كنتش اخد بالي، بس هي شهيتها مفتوحه جدا. تمام. هل عندكم مثلا في العيله حد عنده سكر، باباها، جدتها؟ انا عندي السكر. عندك السكر. تمام، اوكي. طيب بصي بقى، انا هقول لك على حاجه بس ركزي معايا كويس يا نهى كده، وبرده الاول صوري ارقام الفريق الطبي علشان لو الخط قطع تبقي انت كده في الامان، عشان تتواصلي معاهم وهم يوصفوا لك اللي مناسب لحاله بنتك الصحيه. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي عندنا مشكله كبيره بنعاني منها وبنشوفها في مراكز التخسيس وفي المستشفيات، وهي ان السن الصغير، ركزي بقى معايا يا نهى، ان السن الصغير بدا يظهر فيه السمنه عند الاطفال، وسمنه شكلها غريب، يعني بتلاقي الطفل مثلا بكرش، يعني تلاقي طفل عنده 10 12 سنه وبكرش، بطنه كبيره، وتلاقي عنده تصبغات على رقبته من هنا في التنايات لونها غامق وزوائد او نتوءات جلديه، عنده شراهه للحلويات، بيحس في اوقات كتير جدا انه عنده خمول، كسلان، كل دي بتبقى علامات من الاصابه بمقاومه الانسولين. اللي بيروح بعد كده يطمن ويعمل تحليل اسمه هوما اي ار علشان يعرف ان هل عنده مقاومه انسولين ولا لا. طب لو عندي مقاومه انسولين لا قدر الله، الحل ايه؟ حلين، او هو الحل الاساسي في مقاومه الانسولين علشان ما اوصلش ان انا ابقى مريض سكر، اللايف ستايل، نظام الحياه، ان انا امشي على نظام غذائي صح واخس. الاثنين دول مع بعض، وده اللي الفريق الطبي هيعمله معاكي يا نهى، ركزي معايا. هيديكي حاجتين، نظام غذائي والنظام كورس سوبر سيليوم المناسب لسنها ولحالتها الصحيه اللي يساعدها انها لازم وزنها يقل. ليه؟ لان مقاومه الانسولين دي الخطوه اللي قبل السكر من النوع الثاني، واحنا لا قدر الله مش عايزين ان احنا نصاب بالسكر. يبقى ان انا احسن اللايف ستايل بتاعي ازاي؟ هاخد كورس سوبر سيليوم اللي يقفل معاها الشهيه، لان انت بتقولي انها بتاكل كتير، ويحفز معاها الحرق كمان. تاخد فيتامين كاتيكا. ليه؟ لان هي هتلاقيها مصابه بخمول، محتاجه فيتامين د، وده مهم جدا وموجود في كاتيكا اللي موجود معانا في كورس سوبر سيليوم. فمهم قوي قوي ان انت تكلمي الفريق الطبي. ويا جماعه، موضوع السمنة عند الأطفال ده منتشر بصورة كبيرة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. فنهى كلمي الفريق الطبي دلوقتي، كله يصور الأرقام يا جماعة علشان كمان تاخدوا هدية الحلقة النهاردة. أول 100 متصل هياخدوا كريم للعناية بالبشرة وكريم لآلام العظام ومضاد للالتهابات، خصم 50%، والشحن مجاني والمتابعة الطبية كمان مجانية. ألو، معانا هشام. أيوه أنا دكتور هبة. أيوة معاك هشام، قول لي استفسارك إيه؟ أنا طولي 168. تمام. ووزن 94 كيلو. تمام. زيادة 23 كيلو. عندك إيه؟ زيادة 23 كيلو. أنت محدد يعني؟ طب قول لي أنت عندك كام سنة؟ عندي 22 سنة. 22 سنة، طيب أنت عندك أي مشكلة صحية بتعاني من أي حاجة ولا هو زيادة الوزن بس؟ لا، زيادة الوزن بس. طب انت مثلا متخيل زياده الوزن دي جات لك نتيجه ايه؟ بتاكل كتير؟ نظام يومك متلخبط ولا ما بتحرقش ولا جات لك ازاي؟ ممكن الحالتين. كل حاجه. طيب، طيب انت اول حاجه طبعا، وانا بفرح جدا بالناس اللي بتتصل وبتتواصل، ده معناه ان في اراده، ده معناه ان احنا عندنا استعداد ان احنا نخس، وان احنا هنسمع كلام الفريق الطبي. واول حاجه قبل الخط ما يقطع برضه عشان ضغط التليفونات، صور الارقام علشان تتواصل مع الفريق الطبي يدولك كورس سوبر سيليوم المناسب ليك. انا يعني بص، موضوع السن الصغير اللي وزنه زياده
في جانب كويس ان هم عايزين يخسوا وعايزين يتواصلوا معانا ونقول لهم الطريق الصح للخسسان، والاراده دي طبعا شيء كويس جدا، بس لازم يا جماعه ان انتوا تغيروا نظام حياتكم. الاكل الغلط دلوقتي العالم كله بيتجه للهيلثي لايف ستايل، ده البرنامج اسمه هيلثي لايف، للحياه الصحيه ونظام الحياه الصحي وممارسه الرياضه. وعايزه الرجاله او الشباب يبعدوا عن فكره ايه معايا هشام، ان انت رياضه يعني جيم. انا مش عايزه دايما الولاد يفتكروا ان ممارسه رياضه يعني جيم، ممكن تمشي، ممكن تجري، ممكن تعوم، ممكن تلعب كوره، كارديو، اي حاجه بس احرك الجسم. معايا سوبر سيليوم، كورس سوبر سيليوم هيساعدني، هيساعدني ان هو هيقفل معايا الشهيه، الشهيه المفتوحه ان انت بتاكل كتير، هيساعدني في ان هو هيحفز عمليه الحرق، المحرقه اللي جوه الجسم هتشتغل، خلاصه التوت، المحارق دي كلها، خلاصه الاناناس، كل دي محارق بتشتغل جوه الجسم بتحفز الحرق بتاع الجسم، بتحافظ كمان على استقرار مستويات السكر في الدم، عشان الناس اللي تخاف من ان السمنه لا قدر الله تسبب لها سكر وهي من مسببات اكيد السكر، لا انا عندي كمان كورس سوبر سيليوم بيحافظ على استقرار السكر في الدم. وهشام لو معانا ركز، لو مش معانا شكرا بقى وتواصل مع الارقام، بس دي معلومات للكل، ان احنا نعرف ان بيثبت افراز الانسولين بيعمل على استقرار الحاله الصحيه. فكورس سوبر سيليوم مش بس ان انا بخس، لا هو بيحافظ على استقرار الحاله الصحيه، بيديني فيتامينات تعويضيه، فيتامين د، فيتامين ك، كالسيوم، مغنيسيوم، كل الحاجات دي مهمه قوي قوي علشان الناس اللي مشكلتها الدايت. اظن انا جايه ارد لكم على كل الاسئله اهو. طيب هنطلع فاصل علشان ارد على بقيه الاسئله، استنونا بعد الفاصل وحلقه هيلثي لايف. الاخطاء الشائعه في الدايت، اكتر حاجات بتبوظ الرجيم، اكتر حاجات بتخلينا نحس بملل بسرعه ومش عايزين نكمل الدايت. هنجاوب على كل الاسئله دي، بس اهم حاجه صوروا ارقام التليفون اللي موجوده على الشاشه، تواصلوا مع الفريق الطبي لاي استفسارات طبيه تخص الدايت، وكمان مش بس عشان الناس اللي عايزه تخس، لا كمان الناس اللي عايزه تتخن، عشان في ناس بتزعل مني انت ليه مركزه مع الناس اللي عايزه تخس، في ناس عندها نحافه. كورس سوبر سيليوم على فكره هيغطي الاثنين، اطمنوا، عشان كده بقول في فريق طبي تواصلوا معاه علشان خاطر يحل مشاكل دول ومشاكل دول، احنا مش هنسيب حد عنده مشكله. اول حاجه صوروا الارقام الموجوده ولينك صفحه الفيسبوك وان دايت علشان اللي ما يلحقناش فون يلحقنا واتساب، وعلى رسائل الصفحه كمان موجودين معاكم. هو احنا ليه بنجوع كتير؟ ليه على طول بحس ان انا عايزه اكل حاجه حلوه؟ ليه يعني مع ان انا بحاول ان انا اقلل اكلي بس برضو عندي شعور ان انا عايزه اكل حاجه حلوه، اشمعنى؟ لان احنا بنحرم نفسنا من الحاجات الحلوه وبنحرم نفسنا من النشويات. الجسم ما عندوش طاقة ان هو يحرق، ما عندوش طاقة ان هو يبذل اي مجهود، يدي اشارات للمخ، المخ ما فيهوش طاقة ان هو حتى يفكر، فعايز ايه؟ عايز سكريات، فيدي اشارة لا كل حلويات. شفتوا الدايرة اللي بنلف فيها؟ يعني انا امنع نفسي، تروح اشارة للمخ يلاقي نفسه ما عندوش طاقة ان هو يفكر ولا يركز، فيدي اشارة للمعدة لا اطلبي بقى حلويات يلا وكلي نشويات علشان تتحول لسكريات، فتلاقي نفسك عمال تلف تلف. علشان كده بنقول دايت مش معناه حرمان، رجيم مش معناه حرمان، ما تحرموش نفسكم. وبعدين ربنا خلق لنا كل العناصر الغذائيه موجوده في كل الاكل، ما ينفعش ان انا اسيب عنصر. علشان كده بقى ودي برضو من ضمن الحاجات مكمله معاكم الاخطاء الشائعه، الانظمه الغذائيه اللي بتعتمد على نوع معين، كيتو، دوكان، الانظمه اللي هي يقول لك ما تاكلش نشويات، ما تاكلش الا بروتين، ما تاكلش الا دهون، كل ده بيعمل مشاكل. طيب انا دلوقتي هفكركم مره تانية، معانا كورس سوبر سيليوم. كورس سوبر سيليوم قلنا 6 في 1 7 في 1، الكورس عباره عن كبسولات سوبر سيليوم، بي سلام، كريم الازاره علشان الترهلات والسليوليت اللي بيضايق الستات اللي مش بيروح بالجلسات علشان برضو الستات بتجري ورا الكلام ده، وفيتامين كاتيكا. كل الكورس مسجل ومرخص من وزاره الصحه، عباره عن محرقه، عبارة عن حاجات تقفل الشهية علشان الجوع اللي الناس على طول بتنقنق وبتتضايق، وكمان يزود معانا الحرق. معانا النهاردة هدية لأول 100 متصل، كريم البشرة علشان الستات الحلوين اللي عايزين نشيل آثار التجاعيد والغمقان والبقع والحاجات دي، ومعانا كمان كريم لآلام العظام ومضاد للالتهابات. كورس عليه 50% النهاردة، شحن مجاني هيوصلك لحد البيت، وكمان المتابعة الطبية مع الفريق الطبي لبرنامج هيلثي لايف مجانية. يعني كل حاجة بتجيلكوا لحد عندكم، بس انتوا بس يعني اسمعوا الكلام،
ما تجيش بعد كده تقول ليه الدايت ما بينفعش، عشان انتوا اللي مش بتسمعوا الكلام. ناخد انجي ونكمل كلام بعد كده. الو دكتوره هبه. ايوه معاكي انجي. انا بحب حضرتك جدا ومتابعاكي على كل السوشيال ميديا. حبيبتي ميرسي، ميرسي ليكي والله. بتبسط بتبسط قوي قوي بالناس دي. يلا اديني طاقه ايجابيه بقى، قولي لي يا ريت ما يبقاش في مشاكل. انا وزني 90 وطولي 170 وحاسه بوزن زائد وعايزه اشوف حل. طب قولي طب سنك ايه؟ سنك كام؟ 23. صغنونه يا انجي، صغنونه. بس ان شاء الله ان شاء الله طالما بقى متابعاني كده وبتسمعي كلامي فان شاء الله هتقلي 20 25 كيلو كمان. شفتي انا واثقه ازاي؟ يا رب. ايوه لا انا واثقه، انا واثقه كويس جدا. معانا ومع كور سوبر سيليوم ومع الفريق الطبي هتخسي، وهتخسي من غير حرمان، وهتخسي من غير تعب، وهتخسي وتبقي كمان احلى حاجه في الدنيا. ده اللي احنا بندور عليه، اللي هو افضل صحه وافضل حال ان شاء الله. بصي بقى يا انجي، انت اول حاجه دلوقتي قبل ما الخط يقطع كده صوري ارقام الفريق الطبي عشان تتابعي معاهم ويقولوا لك الكورس طبعا المناسب لحالتك. انت سنك صغير، الحرق عندك هيبقى كويس، بس هنحفزه بكورس سوبر سيليوم، وكمان هنقفل معاكي الشهيه علشان النقنقه اللي خلال اليوم دي ساعات بتجمع معايا سعرات حراريه. هتاخدي كاتيكا، فيتامين د، لو في عندك سمنه موضعيه انجي، لو انت معايا هل عندك اماكن زايده عن اماكن ولا كل جسمك متناسق؟ لا عندي اماكن زايده عن اماكن. هي دي بقى، بيبقى عادة الناس اللي عندها سمنة موضعية بيبقى فيه نقص في فيتامين د. فيتامين د ده اللي بيسبب النقص بتاعه السمنة الموضعية. فعندي فيتامين كاتيكا اللي جوه كورس سوبر سيليوم، في فيتامين د، في فيتامين كي، يعني هيزود الحرق، هيحمي او هيقلل كمان معايا السمنه الموضعيه اللي بتبقى ممكن في الارداف، ممكن بيديني شكل جسم الكمثره شويه، بيضايق ناس كتير، بيضايق البنات تحديدا. فيتامين د بقى اللي موجود في كاتيكا هيحل الازمه دي خالص، وهيكون موجود معانا كمان كالسيوم، لان الوزن الزياده بيأثر على العظم. وكمان عايزه افكرك ان انت ان شاء الله هتبقي من اول 100 متصل، فتاخدي معانا كريم للعنايه بالبشره مجانا، وهتاخدي خصم 50%، والفريق الطبي هيتابعك وهيبقى الحاجه هتوصلك لحد البيت. عشان كده بقول لك صوري ارقام الفريق الطبي. يا جماعه لازم النهارده تحضروا الحلقه، الحلقه مهمه فيها معلومات كتيره قوي، فيها رد على اغلب الاستفسارات اللي بتيجي بخصوص الدايت وانتوا بتفكروا فيها، واللي متخيلين ان لا انا مش هنفع اصلا ادخل دايت. دي فكره مسبقا، يعني انتوا بتبقوا مقررين ان انتوا هتدخلوا دايت وانتوا متضايقين. لا انا مش عايزه كده خالص، بالعكس احنا هنعمل دايت وهنخس وهناكل كل اللي في نفسنا بقدر زي ما الفريق الطبي هيحدده لنا على حسب السعرات وعلى حسب الحاله الصحيه، وهيدينا كورس سوبر سيليوم، وهناخد خصم، وهناخد هدايا، واللي هيتابع معانا الفريق الطبي. كل الكلام ده هيبقى ازاي بقى ما نخسش في الاخر؟ لا طبعا هنخس. تعالوا بقى نعيد مع بعض مكونات كورس سوبر سيليوم، علشان قلت ان انا هختبركم اخر الحلقه. انا عندي كبسولات السوبر سيليوم، وعندي كبسولات البيسلام، وعندي كريم الازيره، وعندي فيتامين كاتيكا. التركيب بتاعه بقى عشان ما ادوشكوش يعني محارق كده، انا عايزه الجسم يبقى في حاله حرق، يحفز عمليه الحرق، عمليه الايض باللغه العربيه، يعني يحفز عمليه الحرق. دي حاجه. الحاجه الثانيه يقفل الشهيه، علشان الناس اللي بتجوع كتير، سواء بقى بتجوع بالليل جوع عاطفي، يتضايقوا ياكلوا، يتبسطوا ياكلوا، يحصل اي حاجه ياكلوا، انا هقفل معاهم الشهيه دي كلها. وكمان هيثبت مستويات السكر في الدم، وده مهم جدا جدا، والانسولين اللي طالع نازل ده برضو بيعمل لخبطه دايما في الحرق. فكل ده مكونات كورس سوبر سيليوم، وعليه 50% والشحن مجانا، والفريق الطبي هيتابعكم، والهدايا طبعا كل شويه عمالين نجدد في الهدايا. علشان كده بقول لكم تابعوا صفحه وان دايت، هتلاقوا كل جديد بينزل عليها. طيب تعالوا كده ناخد برضو سؤال او استفسار او حاجه غلط احنا بنعملها. قلة شرب المية دي برضو من الحاجات المضرة جدا جدا. قبل ما ناخد كده تليفونات عايزة اقول عليها، قلة شرب المية، الشتاء جاي، في ناس ما بتشربش مية كتير، لا انا عايزة يوميا من 2 لـ3 لتر مية نشربهم. ادي صفحة وان دايت نزلت على الشاشة، ادخلوا على لينك الصفحة علشان تشوفوا كل جديد عليها، العروض اللي بتنزل. ومعانا تليفون سامر. الو 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 سامر، صباح الفل. صباح الخير. الو الو. ايوه سامر معاك، قول لي مشكلتك ايه؟ انا مشكلتي ان انا وزني زايد شويه. شويه قد ايه؟ ان انا طولي 175 ووزني 113. وسنك قد ايه يا سامر؟ 30 سنه. يا جماعه السن الصغير ده، يا جماعه السن الصغير ده. طيب قول لي بقى، زياده الوزن دي يعني حاجه جديده عليك ولا انت من زمان كان عندك زياده في الوزن؟ لا هي حاجه جديده عليا الفتره الاخيره، يعني بقى لي حوالي مثلا سنتين ثلاثه جسمي بيزيد.
جسمك بيزيد نتيجة ايه؟ اكل ولا لايف ستايل كله غلط؟ بصراحة هو اكل، انا بحب الاكل جدا. بتحب الاكل جدا، ما بتقدرش ان انت يعني تقاوم موضوع الاكل ده، عشان كده بقى كورس سوبر سيليوم هيعمل لك كنترول لموضوع الاكل ده شوية، هيخليك احساس الجوع اللي انت فيه على طول ده يعني يتظبط، علشان خاطر في ناس زي ما بقول السمنة عندها بيبقى اساسها الجوع، اساسها ان هما طول النهار بياكلوا. وكمان الفريق الطبي لبرنامج هيلثي لايف هيعرفك ان انت حتى النقنقه دي تبقى حاجات صح، هيعرفك الحاجات الغذائيه الصح، العادات الغذائيه الصح اللي انت تعملها علشان خاطر جسمك ما يزيدش في الوزن، لان احنا بنتخيل ان احنا لما بننقنق حاجات خفيفه خفيفه ايه يعني، ده انا ما خدتش غير بسكوته شوكولاتايه بونبونات، كل ده بيتجمع في الاخر لسعرات حراريه كتيره جدا اكتر من وجبه غذائيه. فده اللي عشان كده بقول لك صور الارقام يا جماعه، صوروا الارقام علشان الناس اللي ما بتلحقش ان هي تتصل. هتاخدوا النهارده كورس سوبر سيليوم عليه خصم 50%، شحن مجانا، والفريق الطبي هيتابعك لحد البيت، يعني هتلاقوا كده الفريق الطبي بيتصل عليكم يقول لكم الحاله بتاعتك ايه، وهيقول لك نظام المتابعه ايه، وهيديك نظام غذائي، وكمان هتاخدوا هدايا الحلقه النهارده كريم العنايه بالبشره عشان الستات الحلوين، وكريم لآلام العظام سواء للستات سواء للرجالة، لأن احنا كلنا بقينا بنشتكي من آلام العظام. هفكركم النهاردة عروض سوبر سيليوم كتيرة، الخصم، الهدايا المجانية، ادخلوا بسرعة على صفحة وان دايت علشان تشوفوا العروض اللي موجودة معانا، والناس اللي مش هتلحقنا على التليفون يبعتوا واتساب أو يدخلوا على لينك الصفحة، وبنستقبل طبعا الرسائل زي ما انتم شايفين بنرد على الأسئلة اللي انتم بتبعتوها. طيب أنا معايا برضو أسئلة خاصة برضو بالأطفال الصغيرين، أو مش صغيرين قوي، سن 16 سنة، وزنه 89 كيلو، ورحت علشان محتاج جراحة عشان منطقة البطن، والدكتور قال لي لازم يقل في الوزن حوالي 15 أو 20 كيلو، ودي حقيقة. أنا دايما بحذر من السمنة سواء عند الولاد أو عند البنات، وبقول إنها فعلا بتأثر عليهم، ولما الولد بيروح عند الدكتور عشان السمنة اللي بتبقى في منطقة البطن، الدكتور لازم يطلب منه أول حاجة إن أنت تخس، مش بس القصه قصه عمليه، لا، في عمليات ما بينفعش العيان ان هو يدخلها الا لو خس في الوزن، زي الحاله اللي معانا. اولا 16 سنه وزن 89 كيلو كتير قوي، احنا عايزين نعمل حاجتين، اول حاجه نغير اللايف ستايل بتاعه، وده اللي الفريق الطبي لبرنامج هيلثي لايف هيظبطها مع حضرتك، انا برد عليها، انا قلت لها ارد عليها من خلال الحلقه. والحاجه الثانيه هياخد كورس سوبر سيليوم المناسب ليه علشان خاطر يقلل له الشهيه المفتوحه دي، وعلشان خاطر يزود له عمليه الحرق. ال 20 كيلو او ال 15 كيلو دول ان شاء الله هيخسهم في اقل من شهرين، لكن لو التزمتي فاتصلي بالارقام اللي موجوده دلوقتي على الشاشه، صوري الارقام، تواصلي مع الفريق الطبي او واتساب، هيبقوا برضو موجودين معاك، والدكاتره على طول موجودين على الواتساب، وهيدوكي كورس سوبر سيليوم المناسب لحاله الولد. وزي ما احنا قلنا الكورس مسجل ومرخص من وزاره الصحه علشان الناس تبقى مطمنه، لان ده من الحاجات اللي بتقلق الناس يا جماعه، كورس سوبر سيليوم مسجل ومرخص من وزاره الصحه، واظن شفتوا التراخيص، الكورس بيشتغل بيقفل الشهيه، التراخيص نزلت على الشاشه، الكورس بيقفل الشهيه للناس اللي بتاكل كتير كتير، وكمان بيزود الحرق. تعالوا بقى نشوف صور كده وحالات مشيت معانا على الكورس والتزمت، ونشوف نجحت ازاي عشان نبقى زيها، يا ريت نتعلم. تعالوا كده نشوف مع بعض الحالات اللي موجوده معانا، وبعد كده ناخد الاسئله لان الاسئله كتيره قوي. طيب بصوا بقى، دي اول حاله اظن باين جدا جدا الفرق، يعني اي حاجه يا جماعه عشان تدي نتيجه زي ما احنا متفقين انا عايزه استمراريه. استمراريه يعني ايه؟ يعني من شهرين لثلاثه، وزي ما احنا شايفين الحاله اللي معانا كانت 112 كيلو ووصل ل 87 ولسه مكمل، وصل ل 87 ولسه مكمل، لسه مكمل ليه؟ علشان خاطر ما هو لو بطل النظام اللي احنا حاطينه له هيتخن تاني، علشان كده بقول شايفين طبعا الفرق جدا في الصوره من 112 ل 87 في اقل من 3 شهور، وده مستمر معانا على كورس سوبر سيليوم وبيتابع من الفريق الطبي ومكمل، وطبعا غيرت في حياته كومبليتلي، يعني لان المشاكل اللي بيعاني منها اي راجل سواء في منطقه الكرش، سواء ممكن تعمل له مشاكل في الضغط، مشاكل في السكر، مشاكل في القلب، زي ما انا قلت في اول الحلقه ان السمنه هتبقى اساس لمشاكل صحيه كتيره قوي. فدي اول حاله كده معانا عشان نديكوا طاقه ايجابيه وتشوفوا قد ايه. طبعا الحاله الثانيه واضحه اكتر واكتر، احنا كنا بنتكلم في 124 كيلو وصلنا ل 89 في قد ايه؟ برده بنتكلم من شهرين لثلاثه، علشان كده لما بقول الكورس عليه خصم 50%، ده معناه ان احنا بنشجعكم علشان تستمروا
علشان تكملوا كورس واثنين وثلاثه عشان توصلوا للنتيجه اللي قدامكم دي. النتيجه اللي كانت مخلياه مش قادر يلبس، مش قادر ياخد نفس وهو نايم، لان احنا عارفين ان السمنه في منطقه البطن بتاثر على النفس، هتاثر على ان هو يقدر ياخد نفسه. فهنا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده طبعا وزنه قل كتير، منطقه الكرش او البطن قلت كتير جدا، وباين قوي الفرق، وبرده لسه مكمل معانا علشان برده الناس اللي بتزهق، معرفش تزهق ليه، لا معانا مش هتزهقوا، لان انتوا هتلاقوا النتيجه من اول اسبوعين باذن الله. وده اللي انا بقوله دايما للناس اللي بيتابعوا معانا، من اول اسبوعين هتبدا تلاقي النتيجه، ومن اول اسبوع كمان طبعا. يعني مش هتكلم اقول ايه، شايفين يعني المنظر واضح جدا، من 124 كيلو احنا بنتكلم في 82، يعني فرق كبير جدا جدا. ومنطقه الكرش والدراعات وتقسيمه الجسم الفي شيب اللي الولاد بيحبوه، كل ده ظهر معانا. لان انا عندي كمان مش بس الكورس اللي هو قلنا بيزود الحرق في سوبر سيليوم او بيقفل الشهيه، انا عندي كريم. الكريم بيعمل ايه؟ زي ما قلنا الكريم علشان خاطر بيعمل ريشيبنج او بيظبط الترهلات اللي بتكون موجوده في الجسم. عيد معاكم تاني مكونات كورس سوبر سيليوم، كبسولات السوبر سيليوم والبي سلام كاتيكا يا جماعه، الفيتامين اللي مليان فيتامين كي ودي وكالسيوم، وكمان الازيره. وما تنسوش الهدايا الاول 100 متصل بس نلحق اخر صوره، يا سلام. يعني هو بصوا بقى الثقه طبعا واضحه جدا جدا. دلوقتي الرجاله بقوا بيدوروا على ان هم يهتموا بنفسهم اكتر من الستات، مش زي الستات طبعا. واضح جدا فرق الكيلوات، نزل من 118 كيلو بقينا 84، فطبعا واضح جدا جدا فرق الجسم عامل ازاي والثقه بالنفس. لان زي ما قلنا ان السمنه والوزن الزياده كمان مش بس الحاله الصحيه، لا في تنمر في الحاله النفسيه، يعني هي بتاثر علينا كله يعني كليا، يعني بتاثر على حالتنا النفسيه وبتاثر على حالتنا الصحيه كله. معانا مداخله. الو الو نادر معانا. الو نادر، صباح الخير. صباح الفل، ازي حضرتك يا دكتور؟ زي الفل تمام. قول لي بقى، انا بكلم حضرتك بمشكله مش خاصه بيا، هي خاصه باخويا الصغير عنده 16 سنه. تمام قول لي بقى، احنا لسه والله كان معانا مشكله، الولد عنده 16 سنه، قول لي بقى مشكلته ايه. طب كويس، انا ما سمعتهاش لسه فاتح التلفزيون. لا هتسمعها بقى معانا دلوقتي. دكتور هو يعني السن عنده زايده، فحرارته قليله جدا، يعني بتاثر على حرارته. وزنه قد ايه طيب سريعا كده؟ هو غالبا 75 كيلو، باين هو مش طويل يعني. تمام. 75 كيلو، وانا شايف ان هو وزنه بيزيد وحركته بتقل. طيب يعني بخلاف صحابه يعني اللي في سنه اكيد طبعا ويلعبوا ويلعبوا. ما هو احنا بقى بص، عشان هرد عليك بس صور الارقام، عشان لو الخط فصل صور الارقام وهرد عليك كده سريعا. احنا هنعمل حاجتين، هنتابع مع الفريق الطبي علشان يقول لنا كورس سوبر سيليوم المناسب لينا، اللي يزود له الحرق، اللي يديله كاتيكا علشان فيتامين د يديله نشاط وحيويه، وكمان اللي يقفل معاه الشهيه شويه ويزود بقى الحركه بتاعته، لان هو في سنه محتاج حركه. وكمان عايزاك تغير اللايف ستايل بتاعه، نظام التغذيه اللي هيحطه لك الفريق الطبي، برده هيحط لك الوجبات الغذائيه ويقول لك تمشي عليها ازاي، ويقول لك اللايف ستايل بتاعه كامل يبقى ازاي. زي ما قلت يا جماعه، برنامج هيلثي لايف وكورس سوبر سيليوم هو كورس شامل ومتكامل. يعني انا بقول لك حياتك تبقى ازاي، روتين حياتك هيبقى ازاي، ايه الوجبات الغذائيه اللي تاكلها، ايه نظام الحياه الصحي، ايه الكورس المناسب ليك. مش كل الناس زي بعضها، عشان الناس ما تكسلش وتقول ده اخد كذا يبقى انا اخد كذا، لا، كل واحد ليه حاله صحيه، كل واحد ليه ملف غير التاني. علشان كده لازم نتواصل مع الفريق الطبي زي ما قلت لكم. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل اسئلتكم وهيلثي لايف. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل في الحلقة اللي مجمعين فيها كل مشاكل الدايت وازاي نخس. انا جاية لكم النهاردة عشان هتخسوا مع كورس سوبر سيليوم. تعالوا بقى اجمع لكم كده كورس سوبر سيليوم واشرحه لكم بالتفصيل في اخر الحلقة، علشان اعرفكم انا ليه براهن على ان اللي هياخدوا الكورس وزنهم هيقل، اللي هياخدوا الكورس هيبطلوا موضوع الجوع العاطفي اللي عمالين ينقنقوا طول النهار وياكلوا، ومش بس كده صحتهم هتبقى افضل. تعالوا نقول مكونات الكورس اللي انا بعتبره 6 أو 7 في واحد. عندي كبسولات السوبر سيليوم والبي سلام، كريم ازيرا، وفيتامين كاتيكا. لا طب تعالي بقى اشرحي لنا ايه اللي انت بتقوليه ده. انا عندي ناس مشكلتها بتتخن علشان خاطر بتاكل كتير، حاسه على طول انها جعانه ما بتشبعش، فعلى طول الاحساس ده مضايقها فبياكلوا فبيزيدوا في الوزن. طيب ايه بقى قشور السيليوم اللي انت بتقولي عليها؟ عارفين لما بنقول بالعاميه كده او بالبلدي بالون المعده،
يعني الحاجات اللي بناخدها لما تتحط في ميه تنفش وتدي زي احساس الجل جوه المعده فتديني احساس بالشبع لوقت طويل وتاخر الشعور بالجوع، هو ده قشور السيليوم اللي موجوده في كبسولات سوبر سيليوم وبيسلم. ان انا باخد حاجه بتملى عندي المعده، بتعمل زي طبقه زي بالون المعده او جل بيملالي المعده خالص علشان يقلل الشعور بالجوع اللي موجود على طول ده ويخليني شبعان. مش بس كده، ده انا موجود معايا التوت والاناناس. طب ايه دول؟ ايه الفرق بقى؟ ده هيزود لي الحرق بمعدل 60-70%، يعني مش بس هيدي شعور بالشبع ويزود لي الاحساس بالشعور بالشبع ده ويقلل ان انا جعان، لا ده كمان هيزود الحرق بنسبة 60-70%. مهم جدا جدا. طيب انا بحب الحاجات لازم احط معاها سكر او اشرب معاها سكر، لا جايلي كمان الكورس بنكهة الفانيليا. يعني ايه؟ يعني طعمه هيبقى مسكر، مش هضطر ان انا اخد سكر من بره علشان خاطر ازود السعرات. فده بالنسبه كبسولات البي اسلام والسوبر سيليم. عرفتوا بقى ان احنا بنقفل الجوع ازاي، وبنحس بنطول الشعور بالشبع ازاي، وكمان بنزود الحرق ازاي. هكمل لكم بس بعد ما ياخد تليفون كادي. الو الو الو. ايوه دكتور، مين معايا؟ حضرتك سامعني؟ سامعاك. مين؟ فادي اشرف. فادي اشرف. فادي فادي، قول لي فادي بقى انت ايه مشكلتك؟ والله مش مشكلتي انا بس، يعني مشكلتي ومشكله مراتي، يعني احنا عندنا نفس المشكله. هو انا وزني، مفيش مشاكل معانا واحنا قلنا ان المشاكل هتتحل. قول لي بقى. انا عندي وزني 95. تمام. كيلو. الطول 172. تمام. سنك؟ السن 27. 27 اوكي. ومراتك؟ مراتي 85 او 86 كيلو اعتقد. تمام. والطول 150. طويلة عادي، ايه المشكلة يعني؟ وعندها كام سنة؟ 24. 24. انا مش بتضايق على الناس الخمسينات دول علشان انا برضو من الناس الطويلة اللي زيهم يعني. طب فين المشكلة؟ انا مش شايفة مشكلة حتى الان، يعني انا شايفة ان انتوا بقى زي ما شجعتوا بعض تتخنوا هتشجعوا بعض ان انتوا تقلوا في الوزن معانا، تمام كده؟ بس اهم حاجه صور الارقام بتاعت الفريق الطبي لهيلثي لايف علشان خاطر النهارده تاخد كورس سوبر سيليوم المناسب ليك وللمدام. طبعا كل واحد هيبقى مختلف عن التاني، عشان كده بقول كلم الفريق الطبي هم هيعرفوا حالتك بالظبط ويدولك الكورس المناسب ليك. ان شاء الله النهارده تلحق تكون من اول 100 متصل علشان تاخد هديه الحلقه كريم بشره للمدام وكريم مضاد التهابات العظام ليك، وكمان خصم 50% وهيوصلك لحد البيت والفريق الطبي هيتابعك. بص يا فادي، بالنسبه لك انت وهي يعني الموضوع فعلا مش كبير ومش مشكلة كبيرة زي ما انت متخيل خالص. يعني انت بالنسبة لي لو قلت 15 كيلو اقل من 20 كيلو كمان هتبقى كويس جدا، وده ان شاء الله ان شاء الله، ولينك صفحة الفيسبوك نزل اهو في اقل من شهرين. وبالنسبة لمراتك برضو لو قلت حوالي 20 كيلو برضو بنتكلم في شهرين الدنيا معاها هتظبط جدا. الفكرة يا جماعة في الحماس، عارفين ده بيجي منين؟ لما بنلتزم من الاول وبنتابع مع الفريق الطبي وبيديني الكورس المناسب ليا، اول اسبوعين بلاقي فعلا الوزن خس جامد. يعني قلت مثلا 10% من توتال وزني، لو انا 100 كيلو بقيت 90، لو انا 80 بقيت 72. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الالتزام والمتابعه مع فريق طبي متخصص وان انا اخد الكورس المناسب ليا بيفرق وبيديني حافز ان انا اكمل. لما الاقي نفسي ان انا وزني قل فهكمل، لكن لما بنمشي على انظمه غلط هو ده اللي مش بيديني النتيجه مع الطموح العالي. انا عايزه اخس في الشهر 25 كيلو، فده طبعا اللي بيبوظ الدنيا. فبالنسبه لك يا فادي انا مش شايفه ان المشكله كبيره مع سوبر سيليوم خالص، بالعكس يعني ده انت هتكلم الفريق الطبي دلوقتي وتقول لهم حالتك انت والمدام، هيوصلك الكورس لحد البيت ومتابعه الفريق الطبي وهتاخد عليه خصم 50%، وكمان هتاخد الهدايا اللي موجوده النهارده سواء كريم العنايه بالبشره او كريم الام العظام والتهابات العظام اللي منتشره فينا كلنا وخصوصا مع زياده الوزن. علشان برضو اقول ان الناس اللي زايده في الوزن دايما بيشتكوا من الام العظام. اتكلمنا قبل مكالمه فادي في مكونات كورس سوبر سيليوم وكبسولات البي سلام. الحاجتين التانيين اللي انا عايزه اقولهم لكم علشان ما ننساهمش ومهمين جدا وبرضو مسجلين ومرخصين من وزاره الصحه، فيتامين كاتيكا علشان الناس اللي بتروح تشتري فيتامين لوحده من الصيدليه او تدور على ان هي تجيب فيتامين د من الصيدليه او كالسيوم او مغنيسيوم، لا ادي التراخيص موجوده قدامكم. انا عندي كاتيكا في اربع حاجات، في فيتامين د وفيتامين كي والكالسيوم والمغنيسيوم بقى اللي يساعد في امتصاص الحاجات دي كلها. ده برضو عنصر مهم جدا موجود معانا من عناصر كورس سوبر سيليوم، فيتامين كاتيكا مهم قوي للسمنه الموضعيه.
هيزود الحرق. للاكتئاب والملل فيتامين د، ودايما باكد يا جماعه للاكتئاب والملل والمود الرخم ده، والشتاء داخل علينا بيزود ساعات مود الاكتئاب، لا فيتامين د اللي موجود في كاتيكا هيفرق معانا جدا جدا. وكريم ازيرا كريم شد الترهلات والسيليوليت اللي بتضايق اغلب الناس واغلب الستات، وبيجروا عشان يعملوا جلسات ما بتروحش سيليوليت، علشان بس تبقوا فاهمين. وبقيه الكورس معانا النهارده كريم العنايه بالبشره وكريم الام العظام اللي الناس كلها بتعاني منها، وافكركم بالخصم 50% النهارده. الحقوا اتصلوا او ابعتوا واتساب قبل ما الحلقه تخلص، او ادخلوا على صفحه وان دايت زي ما موجود قدامكم لينك الصفحه. معانا تليفون. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام ريهام، معاكي. انا قولي لي مشكلتك ايه؟ سامعاكي. مشكلتي عندي سنه مفرطه. مفرطه؟ قولي لي وزنك كام وطولك وسنك وكل حاجه. وزني عامل 107. تمام. وطولك قد ايه وسنك؟ طولي 160. تمام. سنك؟ السن عندي 28. تمام. اوكي. طيب عندك اي مشاكل تانية صحيه مع زياده الوزن، ولا هي زياده الوزن بس؟ لا لا لا، زياده الوزن بس، وبحب اكل بقى الشوكولاتات. ما انا لسه عايزه اقول لك بقى، انت يعني زياده الوزن دي نتيجه ايه؟ بتاكلي كتير ولا نتيجه ايه بالظبط؟ لا هو نتيجه ان انا بس بضعف قدام الشوكولاتات، انما اكل ما باكلش. طيب بصراحة. ده اللي احنا قلناه يا جماعه، ده اللي انا شرحته من شويه لما قلت ان انتوا بتقولوا عايزين تاكلوا، طب بنحرم نفسنا، طب المخ مش بيعرف يركز عشان الحرمان، يقوم يطلب شوكولاته، نلاقي نفسنا بنلف في الدايره دي. علشان كده اهم حاجه صوري الارقام. انا حريصه ان انا اقول للكل صوروا الارقام، علشان الارقام كتيره ممكن ما تلحقوش تتصلوا او تلاقوا الخطوط مشغوله. صوروا ارقام الفريق الطبي، هيديكي كورس سوبر سيليم المناسب ليكي. انت مشكلتك في الاكل، فاحنا دلوقتي عايزين حاجه تقفل معانا الشهيه، ده اللي انا شرحته يا جماعه من شويه. قلت لكم ان الكبسولات البي سليم والسوبر سيليم بتنزل زي قشور السيليم اللي انا شرحتها كده، بتعمل جل، بتعمل زي بالون المعده، بتقفل الشعور بالجوع كل شويه، بتزود الشبع. وكمان مش بس علشان هي بتطلب سكريات، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عايزه اكد بقى على حاجه، ان الكبسولات البي سليم والسوبر سيليم بتحافظ على نسبه الانسولين. نسبه الانسولين في الدم لما بتقعد تطلع وتنزل هي دي اللي بتخليني عايزه اكل حاجه حلوه، حاسس ان انا عايزه اكل حاجه مسكره. الاكل الغلط، ان انا بحرم نفسي من النشويات، بيديني احساس ان انا عايزه اكل نشويات عشان تديني سكر. كل ده مع الفريق الطبي لبرنامج هيلثي لايف هيتحل. هيدوكي كورس سوبر سيليم، هتلاقي حاجات قفلت معاكي الشهيه، حاجات زودت الحرق علشان خاطر يزود حرق جسمك شويه، فنحرق سعرات حراريه. استغلي الشتاء اللي هيدفي جسمك ان انت تحرقي سعرات حراريه، فممكن تخسي اكتر. فخدي بالك بس من الحته دي عشان ما تفتكريش ان الشتاء هيتخنك. وكمان هتاخدي فيتامين كاتيكا، هعيد تاني، فيتامين د عشان السمنه الموضعيه في الارداف او في اي مكان، وكريم ازيرا. وهتاخدي هديه الحلقه النهارده كريم البشره، العنايه بالبشره، وكريم العظام، هيوصلك لحد البيت ومتابعه الفريق الطبي. انا عايزاكم النهارده ما تفوتوش الحلقه دي الا وكل حد يبقى جايب كورس سوبر سيليم، ويقول لاصحابه وتعرفوا الكل، وتدخلوا على صفحه وان دايت علشان خاطر اللي ما لحقش الحلقه يعرف العروض. معانا مريان. الو. صباح الخير يا دكتور. صباح الجمال. عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل. مريان قولي لي ايه مشكلتك؟ ان شاء الله ما يبقاش في مشكله معانا يعني. انا بس الاول كنت حابه اقول، كان لسه يقول لي بتصل بحضرتك فادي، انا كنت بسمعه بس في الشغل، وكان بيقول ان احنا الاثنين مليانين وعاوزين نخس وكده. يعني هو فادي كلمني. طب حلو جدا والله. انا قطع منه على فكره، انا خسيت عنه شويه. لا بس انت ايوه، انا بحب احفز الستات يا جماعه، انا في ميناين شويه، انا بتاعت الستات قوي يعني. لا شطوره. أيوة. وكملي بقى، كملي معانا، انا عايزاكي تكملي معانا كده، وتتصلي بالفريق الطبي وتزيدي عنه كمان، وتتصلي بيا بعد اسبوعين، انا مدياكي مهله اسبوعين اهو، تبقي اكتر منه، قلتي اكتر منه، وهيبقى لك بقى جوايز اكتر منه. شفتي بقى؟ شفتي بقى انا بحب الستات ازاي ومتحيزه ليهم؟ خلاص. خلاص كده تحدي، احنا فعلا بناخدها تحدي معانا في هيلثي لايف ومع كورس سوبر سيليم. معاكي اسبوعين تصلي بالفريق الطبي، هيديكي الكورس بتاعك انت، التزمي، وانا عايزاكي بعد اسبوعين تقولي لي وصلتي لايه، تمام؟ وليكي هديه مني انا بقى، شفتي؟ انا يا جماعه بحب اشجع الستات، معلش يعني ما تزعلوش مني، ودي يعني كده حاجه مني يعني، انا بحب اشجع الستات، وبعدين هي بتقول ان هي متحمسه عنه، فتستاهل ان احنا نحفزها، ايه المشكله؟ ماشي يا مريان، خلاص هستناكي بعد اسبوعين تقولي لي نتيجه كورس سوبر سيليم معاكي ايه، تمام كده؟
تمام. حلو قوي كده، ان انا مبسوطه والله ان هم بيشجعوا بعض وكمان اخدينها تحدي. ان شاء الله ان شاء الله يا فادي هي هتفوز عليك ان شاء الله يعني. تمام. طيب انا في سؤال عايزه بس الحق اخده لان هو متكرر كتير قوي قدامي، وان شاء الله معانا كورس سوبر سيليوم هيحل لنا طبعا المشاكل دي كلها. الناس اللي استنوا كده معايا اسئله فيسبوك برضو. طيب بصوا بقى، السؤال ده متكرر كتير جدا بالنسبه للناس اللي بتعمل تكميم، الناس اللي بتعمل تكميم معده وبيقولوا لي بعد ما عملنا تكميم من سنه ونزلنا كام كيلو بدانا نزيد، وده ليه؟ علشان انتوا بتتخيلوا ان نزول الوزن بيقف مع عمليه التكميم وخلاص. لا يا جماعه، هتلاقي دكتور الجراحه قال لك تابع مع فريق طبي متخصص في التغذيه علشان خاطر يحميك من زياده الوزن بعد التكميم. تعالوا بقى نشوف كده الاسئله اللي جايه لنا من الفيسبوك. حد بقى يقولها لي لان انا طبعا اكيد مش هشوف الشاشه. انا معايا اهو حسام. حسام بيقول صديقي صاحبه نفسيته متاثره جدا بسبب وزنه، وبصراحه ما حاولش نهائي انه يخس، بس نفسه يخس جدا ومفيش اي اراده ناحيه الاكل، ودلوقتي هو شايف ان الكورس مش هيجيب نتيجه. اقترحت ان انت هتشتري الكورس. شوف الصحاب يا جماعه، ولو خس يحاسبني عليه. لا مش هيحاسبك، اكمل الرهان مع البني ادم ده ولا هتخسر فلوسك؟ وزنه 96 وطوله 174. لا اكمل الرهان والكورس مننا وهتاخد عليه خصم علشان خاطر ما ترجعش تاخد فلوسك من صاحبك يعني. 96 وطول 174، انا مش عايزه منه غير 15 18 كيلو، هيبقى زي الفل معايا، انا ما عنديش اي مشكله. في اقل من شهرين وهتاخد خصم على كورس سوبر سيليوم النهارده، هتاخد خصم 50%، وهتاخد الاربع منتجات اللي يناسبوه، سواء كان كريم ازيرا ولا الكاتيكا ولا الفيسيليوم ولا السوبر سيليوم، وهتاخد معانا كمان كريم العظام هديه مجانيه، وكل ده مع متابعه الفريق الطبي. يا جماعه مفيش حاجه ملهاش حل، ربنا خلق لكل ده دواء. ايه 96 كيلو؟ هتقل في اقل من شهرين باذن الله من 15 ل 18 وممكن 20 كيلو كمان. ادخل الرهان معانا بقى وخدها تحدي، وان شاء الله هتنزل معانا ومع كورس سوبر سيليوم. طيب سيف بيقول انا وزني من الطفوله زايد وزهقت وحاولت بكذا طريقه بس كان لازم اراده وصبر، وان شاء الله هيبقى في اراده، وما كانش عندي الكلام ده وقررت ان اخس. وزني 104 طولي 172، ومن الحالات اللي شافها معانا في البرنامج مطمن. وانا باكد لك يا سيف، باكد لك ان حتى لو الوزن زي ما انت بتقول 104 هتقل معانا زي ما بقول من شهرين لثلاثه. يا جماعه احنا هنخس من 20 ل 30 كيلو. انا مش بجري ورا الخسسان السريع لان الطموح الزايد ده هو اللي بيجي يبوظ الدايت في الاخر علشان خاطر بنبقى زهقنا. فان شاء الله مع كورس سوبر سيليوم، الارقام موجوده على الشاشه، صوروها واتصلوا، هتاخدوا الكورس المناسب ليكم، متابعه مجانيه مع الفريق الطبي، هيوصل الكورس مجانا لحد البيت، خصم 50% كريم العظام وكريم البشره مجانا. النهارده حاولنا نجاوب على اغلب الاسئله اللي جات لنا، حاولنا نرضي كل سواء تليفونات واتساب واسئله الفيسبوك من برنامج هيلثي لايف. عايزين نخس صح، عايزين نخس من غير حرمان، وعايزين نتعلم ازاي نعيش الحياه الصحيه. كل ده هتعرفوه معانا وحلقه جديده.